الآن تنضم إلينا من لندن المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية إليزابيث سيكني. السيدة إليزابيث، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. إذن هناك نقاش كبير حول الميناء البحري الأمريكي في غزة، في وسط القطاع تحديدا. التساؤل الأول المطروح: لماذا تغير الحديث، أو لماذا غيرتم الاستراتيجية أو الخطة من ميناء عائم إلى ميناء ملتصق بالشاطئ مباشرة؟ لأن هذه النقطة كانت خلافية وجدلية لدى الفلسطينيين اليوم. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. في صباح اليوم بدأت شاحنات المساعدة الإنسانية تتحرك عبر الرصيف المؤقت إلى غزة، ويعتبر الرصيف المؤقت جزء من الجهود الأمريكية من أجل زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة. وتعمل الحكومة الأمريكية جوًا برًا والآن بحرًا من أجل زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. تبدأ المساعدات الإنسانية في قبرص، وبعد تذهب عبر السفن إلى منصة عائمة، وبعد ذلك إلى الرصيف المؤقت، وبعد ذلك إلى غزة، يتم توزيع المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة. إذن منصة عائمة ثم رصيف مؤقت. لا أعلم إن كنتم استمعتم إلى الانتقادات الفلسطينية حتى من السلطة الفلسطينية، يخشون اليوم من مسألة الرصيف الملتصق، يقولون إن هذا الأمر، هذا الميناء اليوم، هو إما للتهجير أو لتطبيع الوجود العسكري الإسرائيلي في القطاع. كيف تردون؟ هناك هدف واحد للرصيف المؤقت، وهو توفير المساعدات الإنسانية لسكان غزة. لا يوجد هدف ثاني إلا الهدف الإنساني. هل تواصلت مع السلطة الفلسطينية بخصوص هذا الميناء أو الرصيف المؤقت كما تسمينه؟ نعم، تحدثت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع السلطة الفلسطينية، وحسب المحادثات نعرف أن هناك دعم من السلطة الفلسطينية لهذا الرصيف المؤقت. نعم، تحدثنا اليوم مع، أو حتى تابعنا، كنا في حديث مع قادة من حركة فتح، وكذلك تابعنا تصريحات أخرى للسلطة الفلسطينية ولحركة فتح، لا يتحدثون عن أي تنسيق معهم. هناك خشية فعلية من إمكانية استغلال هذا الرصيف لأغراض إسرائيلية، إما لتهجير الفلسطيني أو مثل ما ذكرنا لتطبيع الوجود العسكري الإسرائيلي. في هذه الحالة، هل لديكم سقف زمني لبقاء هذا الرصيف باعتباره مؤقت؟ أريد أن أكرر أن هدف الرصيف المؤقت هو هدف إنساني، هو توفير المساعدات الإنسانية لسكان غزة. نعرف أن الطريقة الأفضل من أجل إيصال المساعدات الإنسانية هي الطرق البرية، ونريد فتح كل المعابر الممكنة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، بما في ذلك معبر رفح. نعم، ولكن سألت كذلك عن هل هناك أي سقف زمني لعملكم في هذا الرصيف أو الميناء المؤقت؟ ليس لدينا جدول زمني، ولكن نستطيع أن نقول إنها رصيف مؤقت. نعم، اليوم دخلت مساعدات وبدأ الفعل العمل فعليا في هذا الميناء. هل لديكم أي معلومات حول حجم المساعدات التي دخلت، أو المساعدات التي من المفترض أو يخطط أن تدخل عبر هذا الميناء؟ المساعدات تشمل الغذاء والأكل. نريد أن نساعد الناس الذين هم في أمس الحاجة إليها، وهناك مساعدات من الولايات المتحدة، من الدول المانحة الأخرى، ونرحب بمساعدات إضافية من الدول الأخرى. نعم، ولكن ليس لديكم أي أعداد تقريبية أو رسمية حول حجم المساعدات التي من الممكن أن تدخل عبر هذا الميناء؟ هناك 500 طن جاهزة للإيصال إلى غزة، وهذا البداية.
نعرف أن الرصيف المؤقت سيعمل ببطء في البداية، ولكن في الأيام المقبلة نريد أن نعمل أكثر بسرعة لأننا نعرف أن الأوضاع في غزة عاجلة. أعلم بأنكم معنيون بالدرجة الأولى بهذا الميناء باعتبارها أمريكية أو بهذا الرصيف، ولكن هل لديكم أي معلومات أخرى حول المعابر؟ وأقصد هنا رفح، كرم أبو سالم، أو المعابر الأخرى التي يمكن أن تدخل عن طريقها المساعدات؟ تريد الحكومة الأمريكية أن تكون كل المعابر الممكنة مفتوحة بما في ذلك معابر رفح، وتعمل الحكومة الأمريكية عن طريق الدبلوماسية من أجل أن يكون معابر رفح مفتوح، ونستمر في جهودنا في المحادثات مع الجانب الإسرائيلي ومع الجانب المصري من أجل فتح معابر رفح. شكرا جزيلا، كنت معنا من لندن المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية إليزابيث ستيكني، شكرا.